لم يكن المفكر محمد عابد الجبري مفكراً نظرياً فحسب، بل بدأ حياته مناضلاً سياسياً في صفوف حزب سياسي. رفض الفكرة العلمانية ومحاولة استبدالها بتعبيرات زي العقلانية أرهقه فكرياً في شرح الفكرة ولم يؤتي الأثر الحاسم. الجبري لم يكن أقرب إلى الممارس السياسي من الكاتب السياسي، وعن طريق الفكر تبدو السياسة.